معكم بمقدمة البرنامج. رح نحكي عن موضوع جدا مهم للغاية وجديد صراحة. كثير من الأشخاص بجوز ما يكون عندهم إدراك كبير بأهمية هذا الجانب بحياتنا اليومية. اليوم رح نحكي عن علاقة الصيام ونروح شوي لموضوع ودراسات علم النفس، وخاصة الجانب المتعلق بالذكاء العاطفي أو الذكاء الوجداني حسب التسميات في دراسات علم النفس. أكيد نحن بسرنا أنه نستضيف اليوم بالاستوديو الدكتور عمر النمر، اختصاصي في الإرشاد النفسي، رح يحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع ونتعمق فيه. يسعد لي صباحك دكتور عمر، أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا. أهلا وسهلا فيك دكتور عمر. نحن كلاتنا أكيد بدنا نحكي، خبرنا بالمقدمة أنه هدفنا الأساسي بهي الفقرة نحكي عن علاقة الصيام بالذكاء الوجداني. هلا نحن نعرف شو الصيام وأهميته بالنسبة للنفس والروح والجسد بشكل كامل، أما الذكاء الوجداني، ما المقصود بالذكاء الوجداني؟ ما هو هذا المفهوم؟ تماما، أشكرك لهذا الحديث الجميل حول موضوع علاقة الصيام بعلم النفس، علاقة الصيام بالذكاءات المختلفة. طبعا نظرية الذكاءات المختلفة المتعددة هي نظرية حديثة وليست قديمة بعلم النفس. كان معروف قديما هناك ذكاء وحيد هو الذكاء العقلي الاي كيو، اللي بيختبر قدرة الإنسان على الرياضيات على الأمور المنطقية العقلانية. نعم. أما عندما ظهرت نظرية الذكاءات المتعددة فظهر أنواع كثيرة من الذكاء، منها الذكاء الإنساني أو الذاتي، يعني أنه يعرف الواحد كيف ذاته ومشاعره الشخصي، يعني يتحكم فيها، الذكاء الشخصي تماما أو الذاتي، والذكاء الاجتماعي. جميل. والذكاء الحركي والذكاء الموسيقي والذكاء المكاني والذكاء المنطقي اللي قلناه بالأول. هذه المجموعة من الذكاءات كانوا مصنفين 9 ذكاءات وبعدين وصلوا 20. إذن هناك ذكاءات مختلفة عند الناس. يعني رب العالمين أعطى البشر ما يساعدهم على العيش، كل حسب اختصاصه. جميل. يعني في ناس مو شاطر بالرياضيات ولكن هو متميز في الموسيقى. صحيح. وهكذا. ليس مجال حديثنا الذكاءات المتعددة الآن، فقط نبحث عن موضوع الصيام وعلاقته بالذكاء الوجداني. نعم. ذكاءك عبادة معروف قديش له فوائد، ولكن الآن بدنا نبحث من الناحية النفسية ما هي فوائد الصيام على الذكاء الوجداني الذي يضم الذكائين الإنساني والاجتماعي بنفس الوقت. جميل. طبعا الذكاء الوجداني هو باختصار شديد هو قدرة الإنسان على معرفة ذاته أولا. جميل. ومعرفة مشاعره وإدارة هذه المشاعر وقدرته على تحفيز ذاته. جميل. هذا شق. الشق الثاني قدرته على معرفة الآخرين ومشاعر الآخرين وحالاتهم النفسية، سواء من لغة جسدهم أو من كلامهم أو من حالتهم، والشعور بهذه الحالات والتعاطف مع الآخرين. رائع. وبناء علاقات جيدة معهم. أيوة. إذن علاقة متبادلة. تمام. بين ذاتي وبين المجتمع. تمام. إذن معرفة الذات ومعرفة الآخر، تحفيز الذات وتحفيز الآخر. نعم. إقامة علاقات اجتماعية مع الآخرين. علاقات ناجحة. رائع. الحقيقة يعني درسوا سبب نجاح الناجحين في العالم فوجدوا أنه ما هي الشهادات، ما هي المعدلات العالية في الاختصاص، بقدر ما هي الذكاء الوجداني. بنسبة يعني خطيرة هذا الكلام صراحة. 80% من الناجحين سبب، يعني 80% من نجاح الناجحين سببه وجود الذكاء الوجداني عندهم، تفعيلهم لهالميزة والخاصية اللي تمام. عندهم. تمام. يعني درسوا مثلا خريجين كلية الطب في سنة من السنين. نعم. وما آل إليه هؤلاء بعد 10 سنوات. نعم. وجدوا أنه في ناس الدور عندهم لبعد 3 شهور ناجحين جدا، ووجدوا أنه في ناس لساتهم مثل ما هنن ومتراجعين. شو السبب؟ مع أنه هدول وهدول أخذوا نفس العلامات. أيوة. في التخرج في كل وحصلوا التخرج. نفس التحصيل العلمي. وجدوا أنه العامل الذكاء الوجداني اللي هو العلاقات الاجتماعية وفهم الإنسان لذاته وفهمه للآخرين والعلاقات الناجحة معهم،
هي السبب في هذا التميز. رائع رائع طبعا. هذا الكلام هذا هو باختصار شديد يعني مفهوم الذكاء الوجداني. نحن صارت عندنا هلا رؤيه واضحه، عرفنا كيف انه الذكاء الوجداني وقت بنحكي بهذا الكلام لازم يكون عندنا شقين مباشره، شق شخصي ذاتي طبعا. وشق اجتماعي. طب هلا اذا بدنا ننتقل للب حديثنا وهو يعني كيف بياثر الصوم على تفعيل ميزه الذكاء العاطفي او الوجداني طبعا. بحياتنا ومسيره الصيام وعمليه الصيام في شهر رمضان. الحقيقة الصوم عبارة عن مدرسة، عبارة عن ورشة عمل مستمرة لمدة 30 يوم يتدرب فيها الصائم على مجموعة مهارات تفيده من الناحية النفسية كثيرا. رائع. يعني عم نتحدث الآن على الصوم بمعنى الصبر، بمعنى الإرادة، بمعنى الجلد، بمعنى تحمل الجوع العطش. تحمل العطش. الصوم بمعنى الشفافية النفسية للشعور بشعور الآخرين، شعور بشعور الجائع، شعور المحروم. الصوم بمعنى اتخاذ القرار بإني أنا سأمتنع عن ما أحب من أكل وشرب وملذات كاملة. نعم، نعم، فعل. الصوم بهذه المعاني هو مدرسة عملية لتدريب الإنسان على مهارات نفسية تفيده في ذكائه الوجداني، في ذكائه الشخصي وذكائه مع الآخرين. نعم. ليه؟ لأنه لو استعرضنا ما هي مكونات الذكاء الوجداني، لقينا أولا هي معرفة الذات وإدارة هذه الذات وتحفيز الذات. نعم. نعم. بالصيام شو بصير؟ بالصيام أنا بعرف حالي شو أنا. نعم. بالضبط. نعم. صير بحس بجسدي اصلا، صح، انه امتى بيجوع امتى بيتعب امتى بيعطش. تمام. ادرك مشاعر ما اختبرتها انا وشبعان. نعم. وانا احوالي عاديه ما اختبرتها ابدا. صحيح. انا ادرك مدى صبري على تحمل الجوع، مدى صبري على الامتناع على الدخان مثلا او اي شيء كنت حبه. نعم. او حتى على الانفعالات والعصبيه اللي بتصير. فاذا تمام. انا بقول اللهم أني صائم إذا بده يطلع خلقي. نعم. تمام. إذا أنا هون أدير نفسي أو أتدرب على إدارة هذه المشاعر، وهذا هو لب الذكاء العاطفي. تمام. إذا أنا الصيام بيعمل لي دورة عملية وليست نظرية، مو معلومات نظرية، تطبيق. دورة عملية لكيف أدير ذاتي. لو أخذنا الذكاء لو أخذنا الصيام من المكون الثاني اللي هو نعم. القدرة على الشعور بالآخر ومعرفة مشاعر الآخر والتعامل الجيد معه، بنلاقي إنه الصيام عم يجوعك مشان تحس بإحساس الجائع، عم يقول لك إنه أنت بشهر الصوم لازم تزور عمتك وخالتك وتشوف الأرحام تبعك، صلة الرحم. صحيح. عم يقول لك بشهر الصوم لازم أنت تقعد تشوف تصفي علاقاتك مع الناس وتستسمح منهم وتعيد حساباتك من أول وجديد. نعم نعم. إذن هو تدريب عملي على كيفية التعامل مع الآخرين. نأخذ جانب التحفيز، لأنه الذكاء العاطفي من مكوناته تحفيز الآخر. بالضبط. يعني إحنا أولادنا وقت منعلمهم الصوم كيف مندربهم تشجيع دائما، بصيم ساعتين ثلاثة لدرجات المادنة، أيوة درجات المادنة تمام للعصر وبعدين بيصير بيصوم للمغرب. صحيح. اذا نحن شو عم نمارس؟ عم نمارس عمليه تحفيز، عم نمارس عمليه بناء الشخصيه القادره على الصبر. جميل. تمام. وهذا شيء مهم، يعني الامتناع عن الملذات، الامتناع على الحصول على المكافاه لوقت معين. نعم. هذا بحد ذاته يعني نصر كبير. نعم. صحيح. يعني بعلم النفس في تجربة مشهورة هي تجربة الحلوى، جابوا مجموعة من الأطفال ووضعوهم في غرفة وطلبوا منهم أنه اللي بيصبر 10 دقائق ما بيأكل قطعة الحلوى اللذيذة هي. نعم. بيأخذ قطعتين. يلي بيصبر بيأخذ، اللي بيصبر بيأخذ قطعتين. حلو. فصار النتائج كانت متفاوتة. في ناس يتلمضوا هيك وما صبروا فأكلوا القطعة. أكلوا. في ناس لا صبروا وأخذوا قطعة تانية إلى آخره. طبعا هي تجربة بحد ذاتها، تركوها لبعد 10 سنين وبعد 20 سنة درسوا هدول الأشخاص.
أيوة. لقوا أنه الناس الأطفال اللي صبروا إيه؟ وكبحوا مشاعرهم نعم. ورغبتهم وتحملوا. أيوة. وتحملوا هن من أنجح الناس في المستقبل. جميل. بعد ما تخرجوا من الجامعة وراحوا للمجتمع لقوهم هن من أنجح الناس، والناس اللي ما قدروا يصبروا هن ناس عاديين. رائع هذا المثال عن جد. يعني هذا الكلام تجربة بعلم النفس لمدة 10 دقائق. فما بالك الصيام الذي يدرب الإنسان على أن يمتنع عن الطعام والشراب أحيانا لمدة 20 ساعة. صحيح. هذا شيء كبير، يعني بيوصل بالإنسان لدرجة كبيرة. نعم. طبعا نعم. بنقدر نعرف النتائج نحن ونقدرها بعظمة المسلمين الأوائل اللي كانوا حتى أثناء الصيام غزوة بدر. وين؟ صحيح. بعشر رمضان. تماما. إذن أثناء الصيام كان المقاتل المسلم يحارب يجاهد. بالضبط. يعني بمعنى تاني هو عم يشتغل أشغال شاقة. أيوة. أثناء الصوم. أيوة. جاي أقول لك يعني بالفعل تمام. إنه هون يعني أسمى درجات التعب وأعلى درجات التعب والإرهاق. إذن الصوم درب النفس على استثمار طاقاته لأعلى درجة، جعل من هذا الإنسان الهش العادي أو الطبيعي شخص استثنائي في الصبر، استثنائي في القدرة على التحمل. نعم. وهذا شيء كبير جدا في علم النفس. يعني الآن كل التجارب وكل التدريبات اللي تجرى بهذا الاتجاه هي لبناء الشخص نعم. السوي نفسيا، القادر على التعايش. صحيح. مع المجتمع إلى آخره. فيا ريت يعني بتحصل جزء صغير صغير من التدريب اللي بصير برمضان شهر رمضان. طيب نعم. دكتور بالفعل ما شاء الله هي توسع كبير كتير كانت، يعني نحن كلياتنا هلا أدركنا مدى أهمية ربط أو يعني تحفيز كل شيء عنا بذكاء عاطفي ووجداني بهذا الشهر المبارك. طيب خلينا نكون نحن بس كمان واقعيين، ممكن كثير من الأشخاص يقدروا على المستوى الشخصي لدرجة ما، يعني على المستوى الشخصي من الذكاء الشخصي أو الذكاء الذاتي أنه يضبطوا الأمور، وفي أشخاص بيقدروا على المستوى الاجتماعي يضبطوا الأمور وحتى يحسنوها باتجاه الأفضل. الأشخاص يلي مثلا بصير عثرات أثناء عملية ضبطهم أو تفعيل هاي الميزة، ميزة الذكاء الوجداني بخلال شهر رمضان، يلي بيتعثروا بهذا الطريق، نحن هون شو ممكن نقول لهم؟ يعني كيف ممكن مثلا نسحب إيد هون ونقول لهم لا الموضوع ممكن بس بده شوية تحمل، تحفيز، بده تدريج مثل ما ذكرت لنا موضوع التدريج بممارسة أو تفعيل هاي الميزة بداخلنا. تماما. يعني الإسلام هو منظومة الحقيقة، منظومة متكاملة. نعم. ترافق الطفل منذ نشأته الأولى إلى أن يموت. هذه المنظومة تؤهل الإنسان ليكون الأقوى. نعم. يعني الطفل نحن وقت بنربيه على الصيام وقت بيكون قادر على الصوم وبالتدريج، فهذا الإنسان يجد أن الصوم شيء طبيعي. أما الطفل الذي لم يربى على الصيام فبنقول له بعد 20 سنة تفضل صوم، بيتعب فبيتعب وبينهار وما حيكون قادر. إذا نحن أولا نغتنم الوقت ونشوف ناموس الطبيعة اللي عليه بنية الأحكام الإسلامية، أنه فرض الصيام بمرحلة معينة والتدريب عليه، فرض الصلاة بمرحلة معينة والتدريب عليها بالتدريج. رائع. إلى آخره. إذا نحن راعينا هذا النظام فنصل إلى أقصى درجات الكفاءة النفسية. رائع. عن الأشخاص. فالصيام أيضا يعني ممكن يكون يتدرب عليه بالتدريج الواحد. يعني شلون بالرياضة. نعم. الشخص أول شيء بيتدرب بدون أثقال، بعدين بيحمل أثقال خفيفة. صحيح. بعدين أتقل 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 إلى درجة، يعني عندك ناس الآن هي صائمة باستمرار. صوم باستمرار. شو مقصود قصدك بالاستمرار؟ يعني إنه باستمرار يعني طول عمره بيضل صائم، يعني مثلا بيصوم 4-5 أيام بيفطر يوم، وحتى وقت بيفطر بياكل شيء بسيط. هذا الباب يعني بيكون انه هو لقى بالصيام بالعكس دائما الراحة النفسية، ممكن ننظر له من هذا الجانب. تمام. مو بس راحة نفسية حتى راحة جسدية. يعني صحيح. الصوم هلا اذا اخذناه من ناحية طبية، طبعا مو شغلتي انا الناحية الطبية، ولكن واضح جدا انه الصيام يقتل آلاف الميكروبات والجراثيم والأشياء الضارة اللي موجودة بالجسم. الجسم وقت بيجوع يضطر أنه يستهلك ويقضي على
الأشياء الغريبة اللي ما تلزم على الدهون وعلى غيرها موجودة عند الإنسان. صحيح. فالصيام ليس فقط يعني حلال وحرام وامتناع عن الطعام والشراب، الصيام هو صحة، موضوع أعمق. يعني تقولوا صوموا تصحوا، في ناس كثير بيفهموا إن شلون بدي صوم وأحرم حالي من الأكل وصح وجوع حالي. نعم. وبنفس الوقت الصيام صح. حتى في شرائع وفي يعني عرف كثير من الجماعات غير الإسلامية مفروض. نعم. أصلاً الصيام موجود بكل الديانات يعني. صحيح صحيح. يعني حتى البوذيين مثلاً بيصوموا، المسيحيين بيصوموا، اليهود، كل الشرائع فيها نوع من الصيام. نعم. فيها نوع من الصيام المادي وفي أحياناً صيام معنوي، صيام عن الكلام، صيام عن هذا الشق لحاله ممكن ينسرد له بالفعل بالضبط حلقات. يعني الصيام كمان عن الكلام هو يعني نوع من التأمل الذاتي، نوع من الانكفاء على الذات للتأمل العميق في الموضوع، أني أنا ما بحكي ولا كلمة لفترة معينة. هذا الصوم يؤدي إلى إبداع، يؤدي إلى حالات نفسية شفافة جدا ويؤدي إلى إبداعات. في كثير من المبدعين اصلا في العالم. نعم. بيعتكفوا ليس بمعنى الاعتكاف بالمسجد، لا. نعم. هو ينعزل عن الناس. نعم. ليبدع. الصوم يؤمن لنا ايضا هذا المناخ اللي. نعم. بينمي المخ بالاضافه الى صحه الجسد. طيب دكتور، بهذا الجانب نحن هون كيف عم نكون نستثمر الذكاء العاطفي يعني الوجداني؟ يعني هلا مثلا نحن عم نقول انه الصوم له مزايا وله اهميه وفائده صحيه وفائده جسديه وفائده روحيه ايضا من كل هذه الجوانب. نحن وقت نستثمر موضوع الذكاء العاطفي، ألا يعني ذلك أن الذكاء العاطفي أصلا موجود هو عنا، ولكن نحن بس بالصوم عم نقوم بعملية التحفيز؟ أكيد كل القدرات هي موجودة ولكن تنمى أو تهمل. نعم. الذكاء العاطفي موجود عند الإنسان، إما بنقدر ننميه أو بنهمله. فنحن برمضان وقت بنمارس هذه التمارين وبطقوس رائعة وبأوامر من رب العالمين. صحيح. وبتكافل مع المجتمع. نعم. يعني أنا وقت بدي ساوي تمرين لحالي بيكون صعب، أما أنا وقت بساوي تمرين أنا وجماعة من الناس وبلاقي كل الناس صايمة، فهذا بيسهل علي نفذ هذا التمرين. حلو حلو هالكلام. إذن يعني موضوع التعاون في رمضان موضوع لوحده هو مدرسة. موضوع التعاون في رمضان موضوع كتير كتير مهم، موضوع الاشتراك، موضوع شعوري أني أنا الآن قدامي المي وقدامي الأكل ولكن أنا لن أتناول ولا لقمة إلا ليقول الله أكبر. نعم. هذا الكلام منتهى الانضباط، والإنسان الناجح يحتاج إلى الانضباط. مشكلتنا الآن وخاصة مشكلة الجيل الحديث يعني مشكلة زيادة الحرية، زيادة الذاتية ويعني تقليل النواحي الاجتماعية والانضباط الاجتماعي. يعني الإنسان الآن يجنح أنه يكون له غرفته، له خصوصيته، له. صحيح. مزاجيته، اللي بيساوي اللي بده إياه. هذا الكلام بيجي الصوم بيهذب هذا الكلام وبيخفف أثره على الإنسان. رائع. فوقت يكون الإنسان متعاون مع الآخرين وقت يكون يشترك في الانضباط مع الآخرين وينتظر أذان المغرب حتى يفطر، وعندما يقول الله أكبر الصبح فيمتنع عن الطعام، امتناع كامل عن الطعام. هذا بحد ذاته هو انضباط. إذا تعلم عليه الطفل دراسته بتصير منضبطة، سلوكه بصير منضبط، بيعرف أنه هناك قوانين، يعني هذه. نعم. القوانين إلهية. صحيح. ولكن هناك قوانين اجتماعية. صحيح. بصير اللي بينضبط هون بينضبط هون. نعم. يعني وقت بينضبط الطفل في موضوع الأكل برمضان بينضبط على إشارة المرور وقت قطع الشارع. نعم. على سلوكيات تصرفات على سلوكيات أخرى. تمام. نعم. نعم. وقت بيتعاونوا الكل مثلا على تهيئة الطعام عند المغرب وقت بيفيقوا الكل بيتعاونوا مثل خلية النحل، هذا بحد ذاته أيضا نشاط اجتماعي كتير رائع وبيحسن الذكاء الاجتماعي عند الشخص. جميل ما شاء الله. يعني نحن استفدنا بهذا الموضوع بما فيه الكفاية، صارنا إلمام واضح وكبير. دكتور عمر، حابب من حضرتك استثمر الوقت وأخذ نصائح ختامية لتوجهها للأشخاص اللي هلا نحن 10 أيام وحنستقبل شهر رمضان المبارك، نفسيا كيف لازم نتحضر لاستقبال هذا الشهر المبارك؟
تمام، أشكرك. يعني من أولا يعني شهر رمضان عبارة عن فرصة نفسية رائعة جدا، مفروضة من رب العالمين. إذا البيئة كلها مهيئة أنه نحن نقيم ورشة عمل مستمرة لمدة شهر، نستطيع اكتساب كثير من العادات الجيدة خلالها والإقلاع عن كثير من العادات السيئة. فلا نهدر هذا الوقت، نستثمره استثمار كبير في تحسين أنفسنا، تحسين الذكاء العاطفي عنا وعند أولادنا وعند الجميع. لا نكتفي فقط في مفهوم العبادة، طبعا هذا مفروض بمفهوم العبادة بالصوم، لا، الصوم هو مدرسة نفسية فيها تطبيقات عملية علينا أن نستثمرها لحتى تتحسن صحتنا النفسية. علينا نستثمر تعاون، نبني مهارات اجتماعية، يعني مثلا ثقافة الاعتذار، ثقافة التسامح برمضان نركز عليها. صحيح. أنا عيد حساباتي مع نفسي، عيد حساباتي مع الآخرين، ابني علاقات جيدة معهم، نتوادد، نتراحم، نزور الأرحام. هذا بحد ذاته كله عبارة عن فوائد استثنائية لشهر رمضان. ما نهدر أبدا هذه الفرصة الثمينة، لأنه رمضان مدرسة نكتسب من خلالها هذه المهارات الاجتماعية الكثيرة. إن شاء الله يا رب. الله يجزيك ألف خير يا رب دكتور عمر. بالفعل يعني هيك حمستنا لاستقبال شهر رمضان، وعن جد نحسن كل شيء بداخلنا، نعزز هدول القيم اللي الله يعني أكرمنا هالحياة لحتى نحن نكون بأحسن ما يكون، القيم والمبادئ الجميلة اللي لازم تكون عنا بروحنا وبنفوسنا. بدي تشكرك جزيل الشكر الدكتور عمر النمر، اختصاصي في الإرشاد النفسي، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا. أكيد هي كانت فقرتنا متابعينا المتعلقة بالأمور كيفية وعلاقة الصوم بالذكاء الوجداني والعاطفي. إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا منا وحضرتوا حالكم مزبوط لاستقبال شهر رمضان المبارك. هلأ صار الوقت لنطلع لفاصل إعلاني قصير ومنرجع بعده لنتابع بفقراتنا، خليكم معنا. طلعت شمس الضوء يا أهلا وسهلا،